ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ هو السواق واقف تحت؟ طيب انا هنزله. طب بقول لك ايه؟ بكره معزومين عندنا في المنصوريه، هنمشي ورا بعض بالعربيات. حاضر ان شاء الله. ماشي. بصي بقى بيقول لزياد يا بابا. هستناكوا بكره يا هسه. ان شاء الله. شهيرة اسمعيني بس، في ايه يا شهيرة؟ ايه اللي حصل يعني؟ في ايه؟ في ان ابني ليه اب وابوه لسه عايش، ما ماتش على فكرة، يعني عمره ما هيقول بابا لحد تاني غيره. انا مش هجيبه هنا تاني، هسيبه مع بابا او حتى هوديه حضانة. وعايزاك انت تفهم عزة بطريقتك عشان مش عايزة اضايقها.